متتبعي قناة فرانس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي تنصادف فيه السي مصطفى مندور، عضو مجلس مقاطعة الحي الحسني وأيضا عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، من أجل مناقشة الإكراهات والمشاكل التي تعرفها مدينة الدار البيضاء، خاصة أن الآن مرت واحد أربعة أشهر أو خمسة أشهر على انتخاب مجلس مدينة الدار البيضاء وانتخاب عمدة المدينة. واش عمدة المدينة والمكتب المسير ديالها عندهم واحد البصمة على مستوى التسيير ولا باقا البصمة ما بانش؟ وأيضا نطرقوا إلى ملفين اللي أثار مجموعة من النقاش في الأول والأخير، الملف اللي يتعلق بالباقي استخلاصه ليوصل حسب البعض المنتخبين إلى 10 ملايير درهم، وأيضا ملف الممتلكات. من أجل مناقشة القضية كما قلت نستضيف السي مصطفى مندور عضو مجلس مدينة الدار البيضاء. السي مصطفى مرحبا بك. شكرا السي حماد وشكرا على الاستضافة، ونتمنى أننا نكون عند حسن الظن ديال المتتبعي جريدة أنفاس بريس اللي كتواكب تدبير الشأن المحلي على مستوى مدينة الدار البيضاء. سي مصطفى مندور، بعد انتخابات يعني الآن مرت واحد أربع شهور ولا خمس شهور على الانتخابات هذه، مجلس بمكسب مسير جديد بعمدة جديدة هي نبيلة رميلي، واش تشوف بأن هذا المكسب وهذه الرئيسة عندها بصمة على مستوى تسيير هذه المدينة هذه؟ أعتقد أن لحدود اليوم مازال ما بانش البصمة ديال المكتب الجديد، وثانيا ما كايناش شي استراتيجيه واضحه المعالم اللي كتبين ان الاهداف ولا المشروع اللي من اجله انه تم تشكيل ديال المكتب الحالي لجامعه الدار البيضاء. نتمنى صادقين ان العمده والطاقم والفريق اللي معها انهم ينجحوا في المهام ديالهم، خاصه ان انتظارات الدار البيضاء كثيره ومختلفه ومتشعبه. المعارضه نتمنى لهم النجاح وغادي يكونوا سند. احنا لا نمارس المعارضه من اجل المعارضه، ولكن نمارس المعارضه البناءه من اجل مصلحه البلاد. الدوره تاع المجلس الاخيره تفجرت واحد القضيتين، هي قضيه الباقي استخلاصه اللي تيقولوا بانه وصل واحد 10 مليار تاع الدراهم ومبلغ ضخم، وقضيه الممتلكات. ثم بصفتكم يعني واحد من الاحزاب تاع المعارضه داخل المجلس، كيفاش تشوفوا انه من كيفاش تشوفوا خاص يتعامل المجلس مع هذه القضيتين هذه؟ اعتقد ان فيما يخص الباقي استخلاصه هو الذي يفوق 10 مليار درهم. اليوم هذا ملف اللي كيتجرجر هذه سنوات وسنوات لما قبل وحدة المدينة، واللي جاء ربما أنه ملف من عهد الجماعات ما كان يسمى بجماعات سابقا على مستوى الدار البيضاء. اليوم خص قرار سياسي وخص تتخذ موقع قرار. احنا في المجلس في الدورة الأخيرة طلبنا في اطار اجتماع ديال اللجان طلبنا تحيين ديال هاد الارقام هادو، ونعرفوا اشنا هو المبالغ اللي يمكن نستخلصوها والمبالغ اللي ممكنناش نستخلصوها، لانه اليوم حتى المساهمه ديال الجامعه ديال الدار البيضاء فيما يخص تي في اي هي مرتبطه بالباقي استخلاصه. ما يمكنش انك تاخذ تي في اي تاخذ واحد المبلغ وانت عندك 10 المليار ديال الدرهم ديون كتسالها وتطلب الدوله انها تدعمك. وبالتالي اليوم احنا اقترحنا على ان اساس انه هذا المبلغ هذا يتوزع على حساب المقاطعات، ونعرفوا كل مقاطعه الديون اللي يعني بالمقاطعات الى بغينا نقولوا، واكيد انه غادي يلقاو اخطاء اللي هي اخطاء ماديه، تكرار ديال المبالغ دي فاكتوراسيون اللي ما خصهمش يكونوا بعد الشركات اللي تم اللي كاع انه حطوا كاع تلقى شركه حطت البيلو وما بقاتش هذا وباقي حنايا بالنسبه لك انت شنو هي المشاكل اللي خلات الباقي استخلاصه تيطلع سنه بعد اخرى؟ وسوء التدبير. الاسباب الحقيقيه شنو تتحمل سوء التدبير؟ كيتعمل تحمل الفاعل السياسي اللي دبر الشان المحلي الدار البيضاء هذه سنوات. قبل وحده المدينه الى يومنا هذا وحنايا هذا الملف ديال الباقي استخلاصه كنجرجروا فيه. اليوم حان الوقت باش نحسموا شنو هو المباني غادي يتم الاستخلاص ديالها، والمبالغ اللي ما يمكنش الاستخلاص ديالها واللي ما يمكنش الاستخلاص ديالها خصنا اننا كمجلس نراسلوا الجهات اللي هي مسؤوله، وزاره الماليه وزاره الداخليه، باش يتخذ قرار. القضيه تاع الممتلكات تاع مدينه الدار البيضاء، فعاد السي سجيد في اخر ولايه تاع او السنوات الاخيره تاع السي سجيد
تم يعني جبدوا واحد 5 ملفات اللي خذوا فيها قرار تاع استرجاع تاع الممتلكات من بعد يعني ولات يتعامل مع الملف بواحد الطريقه اللي ماشي هذيك. الان عاوتاني الملف تجبد من جديد. بالنسبه للبعض يقول بان ما خصش يكون انتقائي على مستوى الممتلكات مدينه الدار البيضاء، انتم كحزب التقدم والشراكيه داخل مجلس مدينه الدار البيضاء كيفاش تشوفوا تنظروا لهذه القضيه هذه؟ احنا هذا موقفنا واضح انه لا للانتقائيه، لانه الدار البيضاء ما فيهاش 5 ملفات، فيها العشرات والعشرات ديال الملفات، وبالتالي ان الجماعه المداخل ديال الجماعه ما غاديش تبقى مقتصره على التي فيا وعلى الضرائب المباشره ديال اللي المفروضه على المهنيين. بدأنا من الاستثمار، وباش يمكننا نستثمروا خصنا الوعاء العقاري ديال الجماعه نضبطوه. بعدا ما يمكنش واحد عنده عقار اللي كيسوى الملاير كريه 100 درهم ولا 200 درهم ونبقاو ساكتين عليه. حان الوقت. ولكن واش كانت انتم كمنتخبين واش كانت لائحه تاع الممتلكات تاع مدينه الدار البيضاء وتنبقاو تنهضروا في الفراغ وفي المجلس السابق؟ للامانه وهذا ما قيل لنا في اطار اللجنه، المجلس السابق دار دراسه وحدد لائحه نعتبروها لائحه اوليه ديال الممتلكات ديال مدينه الدار البيضاء. لا مازال ما توصلناش بها وطالبنا بها، وحنايا طالبنا بجرد جميع الممتلكات ديال جماعه الدار البيضاء. هناك ممتلكات اللي هي في ملكيه الجماعه ديال الدار البيضاء، وهناك ممتلكات تعتبرها الجماعه الدار البيضاء انها هي في ملكيتها ولكن الصك العقاري ماشي في الاسم ديالها. خصنا جوج ديال الاصناف. ما يمكنش ان فيلا اللي كتسوى الملاير كيستغل شخص معين اسم اكس 100 درهم الشهر ولا 200 درهم الشهر. هاد الملف خصها ترفع عليه الايادي وخصو يكون الحسم وخصو يكون فيه قرار نهائي. ما يمكنناش نجيو ناخذوا ملف ولا جوج ونبداو نزايدوا بهم. خصنا الحسم في هذا الملف لانه هذا ملك جماعي ماشي غير في جميع انحاء المقاطعات. البعض دخلت انتم كمعارضه وستنتمو الى المعارضه يقولوا بان المعارضه داخل مجلس مدينه الدار البيضاء بعض الاحزاب بما فيها التقدم والاشتراكيه، يعني معارضه اللي هي مهادنه عكس الاحزاب الاخرى مثلا الاتحاد الشراكي ولا العداله والتنميه، شنو رايك؟ ما فهمتش المهادنه يعني مبردين الطرح مع الاحزاب اللي تسير مدينه الدار البيضاء، مجلس مدينه الدار البيضاء. احنا التربيه السياسيه ديالنا كتختلف على احزاب اخرى. احنا تربينا على المعارضه البناءه، وماشي احنا كنسخنوا الطرح باش من اجل البهرجه وباش واحد يقول لنا راه مسخنين الطرح كيغوتوا. نعم حنايا تناقشوا انطلاقا من ملفات، انطلاقا من وثائق، انطلاقا من قناعه. واش غنجيو باش نجيو في الدوره نبداو نبلبلوا ويقولوا لنا حكا راه كتغوتوا؟ اليوم حنايا طالبنا بجوج ملفات وغادي نسهروا وغادي بما فيهم فرقاء سياسيين في الاغلبيه. في الاغلبيه حتى هما عندهم نفس الموقف اللي وعدنا فيما يخص لا الباقي استخلاصه ولا كذلك الممتلكات الجماعيه. هذا ماشي المعارضه اللي كطالبها شي، حتى فرقاء سياسيين حتى في الاغلبيه يطالبون بذلك. ما كاينش ودنا. احنا في البدايه ديال المشروع احنا ما جيناش باش نديروا ما يسمى بالعصف الرويضه، جينا باش نعملوا. لان المصلحه ديال البلاد تقتضي ذلك، وانتظارات ديال البيضاويين تنتظر منا حنا ومن جميع الفرق السياسيين اننا نعطيو شي حاجه لهذه المدينه اللي كتستحق الكثير منا. نخليو مجلس المدينه ونجيو لمقاطعه الحي الحسني، واحد الملف اللي الان دابا تيخالق واحد النقاش وجدال داخل المقاطعه تيتعلق بالتصنيف تاع بعض الاحياء اللي هي قديمه في الحي الحسني. انت شنو الموقف ديالك من هذه القضيه هذه؟ الموقف ديالنا من هذه القضيه هو انه مهندس قام بجوله وصنف واحد المجموعه ديال الاحياء ضمن التراث المعماري، شيء جميل. وهذه الاحياء حسب تصميم تهيئه ساكنه هذه الاحياء عندهم حق اضافه طابق علوي. اليوم من اللي هاد المواطنين كيتقدموا بطلب اولا كيتحملوا مصاريف، هذاك المواطن ما تعرفش شنو واش هذاك الحي مصنف ضمن التراث ولا غير مصنف، كيمشي كيتصل بالمهندس معماري كيأدي ليه الحقوق ديالو المصاريف ديالو كيوضع الملف ديالو، ملي كيوضع الملف ديالو تيترفض بمبرر انه هذا الحي ضمن التراث المعماري. اليوم شكون اللي يتحمل هذوك المصاريف؟ هذاك المواطن شنو ذنبه؟ وهذا القرار تخدم يعني حياد
بدون استشاره او اخذ الراي ديال لا المصالح لا المقاطعه ولا الجماعه. كان ما قيل انذاك هو انه هذا المهندس غادي يوضع واحد كاين شارج واحد دفتر تحملات، واللي بغى يطالب باضافه الطابق ولا هذا خصو يكون التصميم مطابق لدفتر التحملات. لحدود اليوم الدفتر التحملات مازال ما تعرضش للجهات اللي هي مختصه، والمواطن تيبقى مسكين بين المطرقه والسندان. يعني بالنسبه لك انت مخشد الحياه يتم ديرها في اطار التصنيف تاع التراث ولا شنو هو المشكل؟ لا كيفاش ديرها في التصميم تاعي ضمن التراث وجزء من هذا الحي؟ شنو هي الاحياء تقريبا؟ شنو هي الاحياء؟ نعطيك انا مثلا بلوكسيد الخدير. بلوكسيد الخدير كاين الناس اللي حصلوا على التصميم وتم الاضافه ديال الطابق علوي، وواحدين اخرين باقي في نفس هما نفس الحي نفس القانون اللي كينطبق على الجميع. وبالتالي اشنو كيوقع لنا؟ شنو كنلقاو؟ كنلقاو نفس الحي شي عنده دوز الطابق الثاني شي الطابق الاول، الجماليه ديال الاستيتيك ديال الحي ما كتبقاش، الجماليه وهذا ما تيبقاش. من غير سيد الخدير كاين درب الوداد، درب الرجاء، درب الورده، درب جميله، حي التعاون الى اخره. وانتم بالنسبه لكم كمنتخبين في هذه المنطقه واش قدمتوا شي مراسلات استفسرتوا حول هذه القضيه ولا مربعين يديكم؟ لا، الدليل انني وجهت رساله للسيد الوالي والسيد السيد رئيس مجلس جامعه الدار البيضاء والسيد العامل مدير الوكاله الحضريه، وليت نطلب منهم انهم يعاودوا يرجعوا هذا القرار، ولا اذا كان دفتر تحملات يمشي اون باراليل مع القانون. يعني القانون تيعطي الحق لهذا المواطن باش اضافه الطابق، وكيجي ماشي قانون، قرار انفرادي ديال الجهتين ما يمنع هذا المواطن من الحق اللي هو حق المشروع ديالو. سي مصطفى، وكنعرفوا انه اليوم الاسر المغربيه في اطار التكافل ديال الاسر، واحد مسكين عنده ولد بغى يبني ليه شقه فين ما عندوش امكانيات باش يشري شقه، وتفضل انه يبني ليه شقه في نفس المنزل اللي هو كيتواجد فيه. وهذا حنا المغاربه معروفين بالتكافل العائلي والتضامن فيما بيننا، وهذا هو المميز اللي كيتميزنا على باقي مجموعه من الدول. سي مصطفى، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.